تكون فرقتك اقوى. ادي اللقطات حضراتكم شايفينها اهي، لقطات بشكل حصري من خلال برنامجنا النهارده ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. اكرم توفيق بيشارك لاول مره في تدريبات الفريق عشان يكون جاهز خلال الفتره اللي جايه باذن الله لخوض اللقاءات على حسب الرؤيه الفنيه لمستر سوارش. وبالمناسبه، هل الطبيعي ان اكرم يخش بسرعه في الماتشات وكلام من ده؟ لا، بيبقى في وقت وبيمشي في مشاركه تدريجيه، وبناء على متابعه حاله اللاعب الفنيه والبدنيه في التدريبات يقدر المدير الفني ان هو ياخد قرار بمشاركته. وانا بقول لحضراتكم انا متوقع جدا ان اكرم ياخد في الماتشات اللي جايه، فوت بس ماتش بكره، وبرده فوت اعتقد الماتش اللي بعده مش اعتقدش برده هيكون جاهز بنسبه 100%. لكن المهم ان النادي مطمن عليه طبيا تماما، لانه هو بصراحه عنصر لا غنى عنه.